ما هو اكيد حضرتك مش مكلمني ومصر تقابلني علشان تسالني وتقولي انت ونهال عاملين ايه مع بعض. انت لغايه دلوقتي ما جاوبتنيش على سؤالي. اجاوبك على ايه بس يا استاذ سليم؟ بص يا استاذ سليم، انا بقالي فتره عندي شويه مشاكل كده، فمش مركز مع الشغل خالص، وما دام مش مركز مع الشغل فاكيد مش مركز مع نهال. ده على اساس اللي بينك وبين نهال شغل وبس، مش كده؟ طبعا، ما انا سبق وجيت لحضرتك وقلت لك ان نهال دي زي اختي ودراعي اليمين في الشغل. حصل؟ ولما هي دراعك اليمين كنت معاها شمال ليه؟ اه ده واضح ان حضرتك بتغلط فيا. طب تمام، عموما انا مش هرد على حضرتك احتراما ليك ولسنك. هترد تقول ايه؟ انك شخص مش محترم وبتضحك على بنات الناس؟ لا لحد كده وما اسمحلكش يا استاذ سليم. انا ما بعرفش اتكلم مع حد بيكلمني بالطريقه دي لان ساعتها ما بعرفش اسيطر على لساني. عن اذنك استنى اقعد. نهال قالت لي على كل حاجة. قالت لك على كل حاجة ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني لو أنا قلت لك يا أبو منة كده هتفهم؟ أيوه أنا أبو منة. سيفني أقول لك إنك إنسان واطي، سبت بنتك تتكتب باسم راجل تاني وأنت لسه عايش، وإنك قليل الأدب دخلت بيت ناس محترم وادعيت إن نهال زي أختك وتاريك مخلف منها. عرفت انك ندل وواطي وجبان، وانا مش هسيب حق بنتي. حقي وحق بنتي هاخده منك هتعرق. فاهم؟ خلصت؟ لا يا استاذ سليم، انا لا ندل ولا جبان ولا واطي، وقلت لبنتك ان انا هعترف بالبنت عشان خفت ان انا هفضحك. شوف انا مقدر حالتك النفسيه كويس قوي، بس مع احترامي ليك انت لا هتعرف تفضحني ولا هتعرف تعمل اي حاجه، لان بنتي هعترف بيها بنفسي بمزاجي بارادتي. كل الحكايه بس ان انا فقت متاخر. عن اذنك. بعتلي ابوكي يا نهال، بعتلي ابوكي. مفيش فايده فيكي، طول عمرك بتحبي تعيشي في دور الضحيه. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بابايا جالك؟ والله العظيم ما اعرف هو جالك ليه وكان عايز منك ايه؟ ايه؟ اتفاجئتي؟ يعني هو عارف ان انا ابو منة لوحده كده من غير اي مجهود شخصي منك؟ ده قال لي ابو منة. اقسم بالله العظيم ما جبت سيرتك ولا قلت له ان انت ابو منة. بلاش بقى شويه حلفانات كذب بتاعتك دي. الراجل كان جاي شكله متاكد، ما كانش جاي يخمن خالص. وبعدين الراجل بيتكلم صح. بيقول انت لازم تعترف ببنتك، وانا قايل لك ان انا هعترف بيها من قبل ما اشوفه. حصل؟ والله يعني انت كنت عايز تعترف بمنة بعد ايه يا طارق؟ بعد ما عملت لي مشاكل مع اهلي وكنت سبب في طردي من البيت؟ بقول لك ايه، انا مش في محكمه الاسره هنا، مش جاي احل لك مشاكلك العائليه. انا عاوز بنتي تتكتب باسمي. انت هنا يعني انت يا طارق اللي عملت كده ببنتي؟ وانا كنت فاكراك راجل محترم، طلعت كذاب وجبان. بس يا سوسن، هو بنتك ضحكوا علينا، كلنا موجودين. قلت لي هتعترف بالبنت، اتفضل اعترف بيها. ومين قال لك انها موافقه ان هو يكتب البنت باسم؟ وفي ايه؟ ايه عربيه؟ البنت ملهاش دعوه، ما ذنبهاش حاجه يا شيخه. الله، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا عاوز بنتي. منا مش بنتك يا طارق. نعم؟ لا يعني هل انا متاكد انها بنتي؟ وانت بتعملي كده ليه؟ وبعدين ايه كميه الحقد والغل اللي في عينيكي دي؟ من يوم ما بنتي جت وانا قلت لها ان ابوها مات، وانت بالنسبه لي ميت يا طارق. حرام عليك البنت بقى، حرام. يعني هل جاوبي بالذوق، انا مش عاوز اذيكي. بنتي فين؟ انا هسافر لها لندن بكره. لندن ايه يا طارق؟ بنتك في استراليا. انت ايه يا شيخ؟ انت كل حياتك كذب، ما بتنطقيش جمله واحده من بقك الا كذب. بقى مفهمه اهلك انها في استراليا وقايله لي انها في لندن؟ ما ترسيلك على بلد. بنتي فين؟ بنتك ماتت يا طارق. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.